طيب كان السؤال قبل الفاصل، هل حك ندمت لما قلت ان اي مدير فني هيخسر ثلاث مباريات همشيه؟ طب ده اللي حصل تقريبا، انا التزمت بهذا الكلام ولازلت لكن الحمد لله ما فيش انا ثلاث مباريات متتاليه او ده النقطه ده الكي يعني. طب ايه الحكمه؟ الحكمه ان هو هيجيب خسائر جامله تسع، انا كتير مين يتحمل؟ قول لي لا الاداره تقدر تتحمل، انا ما اقدرش اتحمل اخسر ثلاث مباريات متتاليه معناها ان انا هبقى في الاخر ولا الجماهير هتستحمل ولا الجماهير صراحه يعني. يعني ما فيش حد عمل كده. طب قول لي يا حبيب صراحه، السوشيال ميديا عندك في الاسماعيليه ايه جوها يعني؟ ايه افكارها بتقول؟ اكيد هم ناس جمال كلهم بيتكلموا يعني هم طبعا يعني مؤثرين بس هم بيتكلموا في حاجات كلها اشاعات، معظمها اشاعات. هم بيتحركوا يعني على هذا. تتذكر اكتر اشاعه طلعت او حاجه كده؟ والله كل شويه يقولوا كلام ده النادي ما فيهوش فلوس، النادي مش عارف ايه، لا ده مشي على دييجو، ده كارميلو مشي، ده دلوقتي بيقولوا الاداره تمشي كمان، يعني انت كلام مش والله، وشويه عيال في الاخر يعني مع احترامي ليهم يعني كلهم شباب صحيح بيشجع الاسماعيلي ويحبه بس ما همش مؤثرين يعني، بس الزخم بيأثر. يعني حضرتك لا تتاثر بالسوشيال ميديا؟ لا انا ما بقتش اتابعه، ما بقتش اتابع. لا خلاص لا خلاص يقولوا اللي يقولوه بقى. حسني عبد ربه كان معايا هنا ضيف وقال انه جه لحضرتك بناء على استدعائك له وقعد معاك في المكتب واتفق معاك في البيت. في البيت ايوه في البيت أيوة. اوكي ممكن واتفق مع حضرتك ان هو يتولى مع حمد وتمام تبعات اتفقت كل حاجه، قال لي ما فيش حاجه حصلت. ما هو انا يعني هو مش هيشتغل معايا انا كمجلس اداره، ده هيشتغل مع المدير الفني. كويس، فلازم المدير الفني يقول لي انا ما عايز فلان مدير كوره لما يبقى يقول لك لا انا مش عايز اعمل ايه بقى. حمد قال كده طبعا بالامانه يعني مش عيب. طب حضرتك يعني ما سالتوش ايه وجهه نظرك ان انت مش عايز؟ والله هو بيقول لك انا مش محتاجه، انا مش انا 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 بدي. هو دور حمد الحقيقه دوره كان اداري، حتى كان معايا ايهاب جلال، كان دوره اللي هو بيلعب مدير كوره اكتر من ان هو مدرب يعني، بس هو طبعا كان له دور في التدريب ايضا وهو شاطر في العمليه دي فبالتالي مش عايز حد يبقى معاه. وانت حضرتك قبل ما تقعد مع حسني ما سالتش حمد؟ لا سالته قال لي ما عنديش مشكله في الاول يعني انا سالته هل ايه رايك في حسني؟ قال لي لا ده حبيبي وكذا وكذا واداني يقول لي ده حبيبي وكذا خلاص. طيب ماشي. وبعد ما جبته قال لك انا عليه كلمت حسني لما جه لقيته مش مرحب بالعمليه والله بالامانه يعني مش عيب يعني ده شيء لا لا يعني. هو بس هو الفكره في يعني الناس كلهم اسماء كبيره طيب وبالنسبه للكابتن حمزه حسني؟ لا حمزه مرحب بيه والعمليه ماشيه زي الفل الحمد لله وماشيه كويس وانا بتابع مره بره معاهم يعني بلم معاهم كده يعني عشان العلاقه تبقى فيها محبه دائما يعني. اوكي الجهاز الفني كله بيكلف النادي قد ايه تقريبا؟ ما خلاص بقى طيب مش عايز تتكلم في لا النادي. يعني ما فيش حاجه بتاع 600-700 ألف يعني الجهاز ككل يعني الجهاز كله بايد ولا في حد متطوع مدير الكوره متطوع كده؟ لا كله بايد كله بايد طيب لا عادي ده شغل طبيعي حقه. لا بيبذل مجهود ده شغل. طبعا ده شغل هو واي واحد بيعمل مجهود من حقه نتقاضى اجر يعني بالراعي يعني اللي بيخدم بنحب نديله عشان ربنا يكرمنا عشان نجيب نوع الكوره دي شغلانه بنت لذينه لا شغلانه صعبه جدا يعني انت بتصرف فلوس على ماتش ممكن يطلعك فوق وماتش ينزلك تحت دي حقيقه